السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده انا هعلمك ازاي تقدر تحذف حسابك على الفيسبوك نهائيا ومش باين له اي اثر خالص على منصة الفيسبوك. يلا بينا كده نبدأ الفيديو، لكن في الاول ما تنساش دعمنا بلايك وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا كده نبدأ الفيديو. اول حاجة بتروح عندك على الثلاث شرط الموجودين فوق دول، اضغط عليهم ضغطة كده، وبعد كده بتروح عندك على الاعدادات. هتروح عندك على الاعدادات، هتنزل تحت كده شوية، هتلاقي في حاجة هنا اسمها الاطلاع على المزيد في مركز الحسابات، اضغط عليها ضغطة. تمام، هتنزل تحت كده شوية بتلاقي في حاجة هنا اسمها التفاصيل الشخصية، اضغط عليها. وبعد كده بتروح عندك على ملكية الحساب والتحكم فيه، اضغط عليها برضو. هنا هقولك الغاء تنشيط الحساب او حذف الحساب، اضغط عندك على حذف الحساب او الغاء تنشيطه. تضغط عندك على الفيسبوك، هقولك انا الغاء تنشيط الحساب ده بشكل مؤقت، يعني ممكن يعني تقفله خالص، مش هيبان على منصة الفيسبوك، بس هيبقى بشكل مؤقت تقدر ترجع له تاني. او انت عاوز تعمل اجراء نهائي او حذف نهائي، ده انت تحذفه وتقعد شهر ما تفتحش الفيسبوك، وبعد كده على طول الحساب هيتحذف، مش هيبقى له اثر على منصة الفيسبوك. فانا اختار عندي حذف الحساب، وتضغط عندك على كلمة متابعة. هقولك هنا قبل حذف الحساب يمكنك تقديم المساعدة، قول له مثلا لم اجد الفيسبوك مفيدا، قول له هنا متابعة. وبعد كده هنا تحقيق اقصى الاستفادة، قول له هنا برضو متابعة، عادي جدا. حذف حساب نهائيا، خلي بالك بقى من الخطوة دي، ودي احلى ميزة حطها الفيسبوك، انك تقدر تعمل تنزيل للمعلومات بتاعتك، سواء كان الرسائل، الصور، اي محادثات بينك وبين صاحبك، اي ملفات موجودة على حسابك انت، تقدر تعمل لها تنزيل عادي جدا. بس انت لو مش عايز تعمل تنزيل ومش عايز تفتكر اي حاجة خالص في الحساب ده، اضغط عندك على كلمة متابعة تحت. ومن هنا بيطلب منك كلمة المرور، بتكتب كلمة المرور، وبعد كده بتضغط عندك على كلمة متابعة، وهتستنى حوالي شهر بالظبط ما تفتحش الفيسبوك، وعلى طول الفيسبوك ده هيظهر لكل المستخدمين حواليك، يوزر نيم او فيسبوك يوزر، حاجة زي كده، ومش هيظهر رسائل ولا هيظهر اي محادثات بينك وبين اي حد، كل ده هيبقى في الفاضي. وشكرا لكم، ومتنساش دعم اللايك وسبسكرايب للقناة، واشوفكم في حلقة جديدة. دمتم بخير، سلام.